ايه سبب الازمه اللي تعرض ليها المنتخب البوتسواني في العوده لبلاده قبل مواجهه منتخب مصر وما بعد مباراه موريتانيا؟ ايه سبب الازمه؟ هو هي مشكلة طيران ولكن هي ما كانتش مشكلة، لكن هي في الأول وفي الآخر هي حاجة بتحصل في العالم كله، يعني إن احنا إن ممكن يحصل تأخير في أي وقت. تم تأجيل المباراة خمس ساعات، هل طلبتوا من الكاف تأجيل المباراة عدة أيام؟ يعني للحقيقة احنا طلبنا ان احنا نأجل لبعض الايام، ولكن جانا الرد للاسف ان هم، لان احنا جايين من سفر بعيد جدا، فللاسف اتأجلت بعض الساعات. هل ده سيصعب مهمة منتخب بوتسوانا امام منتخب مصر، هذه الظروف الصعبة اللي تعرض لها في الساعات والايام الاخيرة؟ أنا مش شايف إن دي مشكلة، الفريق متدرب كويس جدا وإحنا جاهزين، سواء جينا قبل المباراة بيوم أو جينا في نفس اليوم.